نلاحظ الرأس الحيوان، الأنف نتاعو، إذا هو في وضعية صحيحة، الـ anterior position. محاولة الإخراج الفعلية. المشكل الآن أحاول الإخراج، أنا لا يوجد معي مساعد. هاي 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 يا سكتي يا سكتي يا سكتي. مباشرة نضعه فوق التبن. الآن تنظيف السرة. البرمنجانة البوتاسيوم، والمرحلة الثانية هي اليود 10%. مطهر ومجفف. الآن بعد ساعتين الآن نذهب إلى الأم، نعطيها العلاج الداعم. هيا أروحي أروحي. فريكتوفير. لقطات المغنيسيوم. خليت الزنك. والآن علاج نغف الأنف. من أجل علاج نغف الأنف، الاتصال بالبيطري. الآن بعد ساعتين من الولادة، هذه البرمنجانات ثم اليود. بعد ساعتين الآن، بعد مرور 6 ساعات، بعد 12 ساعة الآن، بعد 6 ساعات يعني. الآن تجري على كلوز كير 5%، كلوز اونتيل هذا. عشرين مللتر. وضع المنتج هذا ناتريودين، هذا اليود، على جلد الحيوان في الظهر. أعطيناها هذه اللقطات المغنيسيوم، هذه خلية الزنك.
وهذا فريكتوفير مصدر الحديد. إذا هذه الخروفة بعد 24 ساعة عندنا هذا الفورمانكينات نقولها السرة. عندنا هذا اليود. نعطيها الفيتامينات. الفيتامين ألف ديال ثلاثة ها 1 مللتر. فيتامين ها 15%. فيتامين ها سيلينيوم 1 مللتر ثاني. غدا نعطيها الحديد والفيتامين ب12 بعد 24 ساعة. تنقية السرة انتهى. اليوم الثالث يعني بعد 48 ساعة من الولادة، اليوم الثاني يعني 100 ملغرام فيريك أمونيوم سيتريت مصدر الحديد، الحديد يباع عند البيطري مصادر الحديد. والفيتامين ب12 هذا تجده عند البيطري. هذه الأم فريكتوفير مصدر الحديد. خليت الزنك. لقطات المغنيسيوم كنا نعطيها سترات المغنيسيوم، الآن انتهت سترات المغنيسيوم. اليوم ما سوف نصنعه هذه لاكتات المغنيسيوم، نفس الشيء مصدر للمغنيسيوم. انتهينا.